مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بكم في حلقة جديدة من حلقتنا. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض مهارات جديدة وصفات بإذن الله نبدأ بيها كده لكل أولادنا الصغيرين اللي بدأوا في الدراسة أو اللي لسه هيبدأوا إن شاء الله في الأسبوعين القادمين بإذن الله على خير. عارفة أنها فترة كده هنبدأ نستعد بقى لوصفات المدارس الحلوة. النهاردة هنعمل وصفة محببة لكل الولاد، يمكن احنا احيانا في البيت بنخاف نعملها قوي، بس النهارده هنعملها بطريقه حلوه ومنكهات جميله وبنطلبها من بره وبتيجي بفلوس كتير دلوقتي، واتمنى يا رب انها تنول اعجاب حضراتكم. ابدا اول حاجه، والوصفه دي تصلح تماما وهقول لكم واحنا شغالين ممكن نعمل بيها الشيش طاووق او الوراك، الافخاذ المخليه هتبقى جميله جدا فيها، وتبقى اللي هي الدجاج او الفراخ المقرمشه. احنا النهارده هنعمل الدبابيس المقرمشه لانه معظم الولاد بيحبوا الدرام، اولا سهل في الاكل، طري وسهل عليهم انهم ياكلوه من غير ما يبوظوا الدنيا ويزروطوا حواليهم كتير. تعالوا نقول بسم الله. عندي دجاج المقرمش، دبابيس دجاج، ممكن محلها فرخة تكون متوسطة 1200، ما تكبروش الفرخة عشان تستوي صح وتديكوا اللون الحلو. تتقطع 8 قطع ونعملها دجاجة متقطعة. طيب عندي للتتبيلة 2 كوباية من اللبن الرايب، لو ما فيش لبن رايب هنروب اللبن وهقول لكم ازاي. عندي توابل دجاج، توم باودر، بصل باودر، بابريكا، ملح وفلفل. خليط القلي جميل جدا وبسيط ومتوفر في كل بيت، انا هعمله بالطريقة السهلة. هعمل 2 كوباية من الدقيق، عليهم 1/2 كوباية من النشا، هحط عليه منكهات زي ما اتفقنا وكنا بنعمل في حاجات كتير قبل كده لازم انكه الدقيق ده. هحط بابريكا وهحط توم باودر، هحط بصل باودر، هحط مستردة باودر اللي هي بذور الخردل وهنطحنها مع بعض. عندي شطه للي بيحب الوصفه دي مش اوريجينال، يعني مش من غير شطه، بيحبها سبايسي شويه. وعندي ملح وفلفل. وصفه بسيطه وسهله وان شاء الله تنول اعجاب حضراتكم. طيب اول حاجه هسمي الله، اللي ما عندوش لبن رايب هيحط على اللبن اما معلقه ليمون او معلقه خل، وهنسيبه 10 دقايق هيروب، هيبقى هو الباتر ميلك اللي احنا متعودين بنشتريه بفلوس كتير قوي من بره. حلو الكلام، كلام جميل. او زبادي هخففه بشويه ميه، او هستخدم اللبن الرايب بتاعنا اللي احنا عارفينه العادي خالص. هنبدا نعمل كالاتي. اول حاجه لازم انغز الافخاذ دي شوية. ليه؟ عشان تدخل التتبيلة من ناحية العظم هنا شوية. نعمل كده تنغستين كده عشان بصوا تشريطة كده. عشان ايه؟ عشان تبان معانا انها يعني التتبيلة تتشرب حلو. اولا الوصفة دي تبقى حلوة قوي مع حضراتكم اذا بتتعمل زي ما بيقولوا من بالليل لتاني يوم، تتنقع فيها لان اللبن الرايب او الزبادي بيطري اللحم جدا، بيساعد ان هو يستوي بشكل كويس. بصوا تشريطه بس كده، ادخل التتبيله جواها وان شاء الله يعني تنول الاعجاب. احنا هنا بدانا نسخن الزيت في نفس الوقت اللي بنبدا نتبل فيه، لان انا في الاخر عايزه الزيت ما يبقاش سخن قوي. طب هنتكلم عن مرحله مهمه، الزيت يكون حرارته متوسطه، يكون عميق، ما يكونش كتير لكن ممكن يكون في مكان الزيت فيه صغير، يعني كمية صغيرة، بس طبعا مش هنحط كل الكمية دي مع بعضها، هنقلي شوية بشوية وده الأهم. طبعا هما في المحلات بيبقى فراير كبير بياخد كمية كبيرة جدا من الزيت، فطبعا بيقدر ينزل الدجاج دي بكمية كبيرة في الديب فراير ده أو في كمية الزيت الرهيبة دي. عايزه اقول لكم الولايات المتحده اول دوله عملت الفراخ المقرمشه دي في اسكتلندا، كانوا بيقلوها في زيت النخيل، وده طبعا كان حاجه خطر جدا على فكره. وبعدين العبيد الافارقه في جنوب افريقيا استخدموا معاها التوابل الافريقيه، ثم بقى وصلت لنا. طبعا الناس اللي كانوا من هولندا بيتواجدوا في امريكا بدأوا يعني ينقلوا الوصفة دي بشكل أو بآخر في الولايات المتحدة. تعالوا كده نبدأ بسم الله. أنا هاخد أول حاجة بولة كده كبيرة، بسم الله الرحمن الرحيم، هحط كل التوابل دي فيها. أولا الزبادي أو اللبن الرايب أو الباتر ميلك اللي احنا عملناه بمعلقة خل أو معلقة عصير ليمون. يا ده يا ده، هنحط عليها التوابل بتاعتنا اللي هي بهارات الدجاج كمية حلوة، الثوم الباودر والبصل الباودر، البابريكا، هناخد رشة ملح وفلفل،
كده، رشه ملح حلوه. التتبيله لازم تبقى متبله كويس. بسم الله هنقلب كده. وهقدر ازود عليها شويه ميه كمان، هخفها كمان بشويه ميه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله كده. ممكن تستخدموا المرق الباودر بتاع الدجاج مكان الايه الملح لو عايزين، بيدي تيست حلو برضو. عايزه اتبلها تتبيله حلوه اهي، بصوا. بعدين هننزل الدرامز او الدبابيس دي، وهنسيبها بقى من بالليل لتاني يوم. خلاص، الجلد مهم قوي، الجلد ده هو اللي بيدي الطبقه الكريسبي اللي حضراتكم بتشوفوها معرجه كده وعامله شكل جميل قوي. شايفين اهو ده، مفيش حد ما بيحبهاش. والنهارده هقول لكم طريقه برضو لل تشيكن ستريبس لو عايزين تتبيله حلوه ليها. لو هتعملوها، احنا طبعا هنعمل الارز الريزو وال، بصوا بقى فوائد اللبن الرايب ده او الزبادي مهم جدا لانه مفيد لعمليه الهضم جدا، بيعالج الحموضه، بيدي احساس كبير بالشبع، بيساعد على نمو عظام الاطفال، الناس اللي عندها حساسيه اللاكتوز بيحسن من المعده عندهم، ومحارب للخمول والكسل والامساك والاسهال في نفس الوقت، مرطب جدا للبشره وحلو جدا. بصوا كده، عايزه اقول لكم بقى مفيد جدا لتتبيلات الفراخ لانه هو فيه انزيمات واحماض، عايزه اقول لكم بتخلي الانسجه بتاعه الدجاج كده تبقى طريه. تعالوا بقى كده، ولازم تستخدموه ساقع، اوعوا تستخدموه سخن، لو استخدمتوه سخن يفقد خواصه او فوائده. الافضل ما نستخدموش مع لا لحم ضاني ولا اسماك لانه ممكن لا قدر الله يعمل تسمم، فاللبن الرايب مش مفضل مع الاسماك ولا اللحم الضاني. طيب تعالوا بقى بينا هنا، هناخد معانا مين؟ ام يوسف، اهلا وسهلا يا ام يوسف. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. انا معاك. اهلا بيكي حبيبتي، اتفضلي يا ام يوسف. الحمد لله، انا بحبك قوي ومامتك كده. يا رب اسعد قلبك يا ام يوسف. عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، اسلميلي. انا بحبك جدا وبحب مهاراتك العظيمه يا حبيبه عمري، احبك الذي احببتيني فيه يا روح قلبي. اتفضلي، انا عايزه اطلب منك حاجه، يعني اموري يا روحي، اتفضلي. انا عايزه منك اللي هي الحلويات اللي هي الشرقيه اللي انت بتعملها لنا بايديك الحلوه ديت. ايوه. وبعدين حضرتك يعني اطلب منك طلب صغير. اموري قولي. بعد اذنك. سامعاكي يا ام يوسف. طب اعرفوا لو هي قالت، لو سمعتوا قولوا لي، ولو ما سمعتوش خليها تحاول تكلمنا تاني. خلاص؟ عشان انا هنا ايه بذور الخردل بقت جميله جدا الحقيقه. هنطحن شويه. تعالوا كده. بسم الله، ثواني بقى انا اطحنها وايه؟ بسم الله. بسم الله. طيب ممكن هما يجوا يظبطوها لي؟ اوكي يا حبايبي، او انا اجرب هنا كده. اوكي ونشوف. طيب خليهم يجوا يطحنوها لي عقبال ما انا اكمل بقيه التوابل. هحط على الدقيق هنا نص كوبايه من النشا، نص كوبايه من النشا، ده اللي انا هغلف بيه الفراخ من بره علشان ادخلها فين؟ في التحمير، واقدر اعمل كده في الافخاد عادي جدا. وما كترش النشا قوي لان النشا لما بيكتر قوي بتخلي الفراخ من بره قويه جدا وايه وبتبقى ناشفه زياده. دي معلقه شطه اختياري للي بيحب، عشان اللي بيحب الخليط ده سبايسي مفيش مشكله خالص. طيب هنحط بقى بقيه التوابل، ده توم باودر، وطبعا عندي بابريكا، وهنحط برده رشه من الملح والفلفل. واذا في عند حضراتكم هات لي ملح بقى يا محمد لو سمحت.
نقلب كده، نقلب تقليبة حلوة كده، تمام. أيوة هنقلب بقى الخليط ده كده مع بعضه، وهضيف عليه بقى بذور الايه الخردل اللي انا طحنتها دلوقتي، هوريها لحضراتكم برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. وكده انا التتبيله دي بتتغطى، تتحط في الثلاجه من قبل بيوم لتاني يوم، اعملوها على الاقل من 4 لـ6 ساعات هتبقى اتشربت ليها تيست وطعم، علشان الولاد ما يحسوش انها مختلفه. شكرا يا محمد. هنحط شويه كده معلقه واحده من بذور الايه الخردل اللي احنا او المستورده اللي احنا طحناها مع بعض، تدي كده تيست حلو جدا جدا، نوع كده من انواع الايه الحموضه الجميله، طعمه محبب يعني وليها فوائد كتير جدا. هحتاج بقى البوله اللي هي فيها ميه ساقعه متلجه، هنبدا بقى نحطها جنبنا. انا بفضل ميه ساقعه عشان انا هنزل في الخليط ده وهرجع تاني احطه في الدقيق عشان ايه ياخد الشكل من فوق المظبوط قوي. بصوا بقى كده التتبيله طبعا ريحتها حلوه قوي، وعايزه اقول لكم كمان هتلاقوها طريه وجميله، الولاد هيستمتعوا بيها. تقدروا تدوهم بقى معاهم، اللي بيحب ياخد في اللانش بوكس ستريبس او بياخد ناجتس او بياخد ممكن الدرام ده ياخده معاه، هيبقى لطيف برده يعني مش هيبهدل الدنيا. ممكن قوي قطع الفراخ الوراك، احنا ليه بنقول الوراك؟ لانه قطره قطره في الطبيعه بتاعته احسن، ما بينشفش. هنا الزيت بحاول كده اجرب معاكم، الزيت لازم يكون حرارته متوسطه. طب هنفترض مع حضراتكم ان الزيت ده جينا في مرحله حسيت ان هي خدت لون في الزيت وبقت كويسه، بس لسه باقي على السوى شويه، هروح عامله ايه؟ هروح واخداهم على صينيه ومدخلاهم الفرن واغطي واسيبهم. هسيبهم في الفرن اولا، لونها لما هغطيها مش هتاخد لون، انا مش عايزه اشغل شوايه، مش عايزه اديها لون، انا عايزاها تكمل السوى. فتكمل السوى في حراره 180 على الشبكه في النص، ما يجراش حاجه وهتطلع مظبوطه جدا. في ناس ممكن تسويها في الاير فراير برضو، ما فيش مشكله. الاير فراير على فكره من الحاجات العمليه قوي، الناس كتير يعني قالوا انا ممكن اشتري نفسي بيها، لانه كل حاجه بيعملوها فيها اولا صحيه، ثانيا بتنجز في الوقت وبشكل كويس. انا هبدا بقى اخد كده، هيجيبوا لي هم البوله اهم. بصوا بقى هبدا اغطي كويس قوي اهو الجلد اهو، هغطي كده واتك. شكرا يا محمد. واتك جامد قوي هنا، شايفين ازاي اعمل الخليط ده حلو قوي. ولازم انفض كويس، انفض عشان ما يبقاش فيه زيادات. وحركه الميه دي حركه مهمه، ليه؟ علشان هي بتخلي اي زياده تقع من الدقيق تحت ما بتخليهوش يراكم دقيق كتير في اماكن معينه. بصوا كده اهو بضغط كويس خلاص، وهنزل هنا شايفين ازاي، وهطلعها احطها تاني وهقلي على طول. يعني اعمل الخطوه دي اكون خلاص الزيت جنبي جاهز اهو. بصوا حضراتكم انا بجرب الزيت جنبي عشان اشوفه جاهز ولا لا، اهو حطيت فيه رشه دقيق عشان اشوف الزيت ايه. شايفين بقى التعريجات اللي بتبقى فيه دي، هي دي التعريجات اللي انا عايزه اشوفها فين في الدرام لما يطلع اهو. شايفين؟ حط هنا، بسم الله. زود بس هنا النار، اسمحوا لي. ايوه كده تمام. هنعمل واحده ثانيه نشتغل بقى بيها، هنعمل كده كده. بصوا الجمال، شايفين؟ ونعمل كده كويس قوي من جميع النواحي، نثبت كده. وبعدين هاخدها تاني في الميه بتلج وهنزلها تاني في الدقيق اللي احنا حطينا له المنكهات اللي قلت لحضراتكم عليها، فيها الثوم الباودر، فيها البصل الباودر، فيها البابريكا. ممكن ننزل تاني الوصفه بعد اذنك يا ندى ونجيبه كده الزيت وهو بيتقلي فيه الايه الدرامز. يلا بينا، بسم الله اهو شايفين ازاي. بصوا هنعمل كده، الفراخ تقدروا تعملوا فيها كده، تقدروا تعملوا كده في الوراك العاديه خالص من غير ما تبقى يعني متقطعه صغير، اوراك الشيش طاووق كده تفردوها وتعملوا بيها نفس اللي انا عملته ده. ومعانا ام جوزيف، ناخد ام جوزيف. يا اهلا وسهلا ام جوزيف حبيبتنا، اتفضلي. ازيك؟
اهلا بيكي. ايوه معاكي يا حبيبتي، الحمد لله ربنا يخليكي. الله يسعد قلبك، تسلم ايديكي، جميله الوصفه النهارده اللي انت عاملاها دي. تسلمي يا حبيبه قلبي، تسلمي وتعيشي يا رب. بص يا شوف عظيمه، طب لو جبنا الاجنحه يا شوف عظيمه نعملها بنفس الطريقه؟ اعمليها، اعملي كل اللي انت عايزاه في الفرخه بنفس الطريقه دي، هتبقى رائعه. ماشي، كل حاجه حلوه بقرمشه. ايوه احنا بنحب الاجنحه طبيعي. اعملي اللي انت عايزاه. ايوه معايا الاحفاد ربنا يخلي يا رب بيحبوا الاجنحه، فانا لو عملتها لهم بنفس الطريقه دي هتطلع حلوه. تطلع طبعا تطلع روعه ان شاء الله، وهتطلع اروع من ايديكي يا ام جوزيف. ماشي حبيبتي، تسلمي يا روح قلبي. هما الاولاد بيحبوا الحاجات دي تبقى شبه بره قوي، والحقيقه هي اصبحت مكلفه جدا حقيقي بجد. احنا بقى نحاول نجرب نوصل للتيست اللي احنا عايزينه. مقاديت نزلت مره تانية قدام حضراتكم، لو لسه حد منضم للهوا احنا بنعمل دلوقتي الايه، الدرامز المقرمشه او الفراخ المقرمشه، بس احنا اشتغلنا بالدبابيس لان هي عمليه للولاد قوي اكتر يعني. عايزين تعملوها في الفرخه تقطعوها 8 قطع، ما تنقوش الفراخ الكبيره. انا عايزه من حضراتكم الفراخ تبقى يعني ايه وسط، كيلو كيلو 200 اقصى حاجه عشان تطلع متسويه كويس مع حضراتكم. انا بحاول دلوقتي اهو اجهز كذا درام بالشكل ده، واهم حاجه الجلد، شوفوا انا بشد الجلد ازاي عشان تبقى التغليفه من عليه، شايفين ازاي. والمقادير نزلت معانا اصدقائنا علشان تصوروها وتخليها عندكم. خلاص هنزل بقى هنا في الميه الساقعه، واطلع نزل الدقيق الزياده، ونرجع تاني نعمل الده. احلى تدبيق على فكره، المحلات كلها بتشتغل بالدقيق ده، بس طبعا ما عدا نوع معين معروف في مجموعه يعني امريكانا، ده بيجي له الحاجه دي من بره اصلا يعني كده يعني جاهزه، ما بيعملش فيها حاجه خالص، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين. بصوا حلو الكلام، ما قلتوليش كلام جميل زي بوجي. طيب بصوا كده هننزل كده، شايفين ازاي. هنبدا بقى نعمل كمان معجنات كمان حلوه قوي الاسبوع ده، حضراتكم تابعوا معانا، احنا مستمرين معاكم اسبوعين لاحتياجات حاجات المدارس علشان الولاد، معجنات واكلات سريعه وسهله وحلوه علشان اولادنا، وعلشان يتبسطوا باللانش بوكس اللي بياخدوه وما يضطروش يشتروا حاجات جاهزه من الكانتين بتاع المدرسه. نهتم بالخضروات قد ما نقدر، بلاش سويتس كتير، خليها في الافاده يعني، حاجات تبقى للافاده فقط. شايفين انفض كده على خفيف وهعمل كده اهو. انا طبعا بجهز كده، طبعا الطاسه مش هتاخد اكتر من كده، فانا هجهز واحد هنا. وممكن بقى ايه استسمح حضراتكم ان انا بعد الجام ده نطلع لاستراحه بسيطه، هنرجع نعمل الارز الريزو بتتبيله جاهزه، هي الطعم اللي انتوا عايزينه بتاع بره يمكن احلى، الطعم ده احلى من بره. لو كلتوا الرز الريزو ده في المكان المخصص ليه مش هتلاقوه بالطعم الحلو ده، لكن صوصات كلها جاهزه وحلوه هنستغلها بقى ونتحايل على الطعم، نعمل حاجه كانها مش في البيت خالص لكن هتمتاز بطعمه مميز جدا. اسمحوا لنا نطلع استراحه ونرجع بعد الاستراحه نعمل رز مع بعض، في انتظار حضراتكم.